عيد الفن طبعا كان هو الإشعاع والمنار الصادق لإلقاء الضوء على الفن الجاد المحترم اللي عاشته مصر اللي هم بيسموه دلوقتي زمن الفن الجميل. انقطع هذا الزمن الفن الجميل عن التواصل بسبب توقف عيد الفن. عيد الفن كان عمدة الفن، بمعنى انه اي فنان في اي تخصص مجال التمثيل او السينما او موسيقى كان بيخاف ويحترم كل من يمتهن الفن، فبقدر خوفه كان بيتقدم باعمال جادة عشان ينافس الاعمال المتواجدة على الساحة. فاصبح كان في منافسة شريفة وجادة ومحترمة كانت بتفرز عن اعمال يعني وثقت في السينما المصرية وبقت كنز في السينما المصرية والمسرح المصري والاغنية المصرية. كل ده كنوز احنا فعلا مصر افتخرت بيها، وكانت هي دي زي ما بنقول مصر قبلة الفن العربي، هي مصر. كان كل من يريد ان يمتهن الفن او يتقدم او يكتسب جمهور لازم يحضر الى القاهرة عشان المسرح المصري هو اللي يقدمه. وشفنا ورأينا على مسمع كثيرين من نجوم السينما مش مصريين، انما يعني استيفان روسي درجة الاوروبي، كل اللي يجي هنا وينعم بالفن المصري. او طبعا ناس كثيرين جدا، يعني لو قلنا في مجال الغناء فريد الاطرش واسمهان ونور الهدى وكثيرين جدا، يعني مش هنقدر نحصي كل اللي انتشروا وتوجوا واثروا في الفن المصري من هم مصريين وغير مصريين. وعمرنا ما قلنا ان احنا قافلين او غلق يعني بنغلق الباب على المصريين فقط، بالعكس مصر دي هي فعلا نقطة العبور للنجومية وللشهرة ولتقديم فن يحترم بلا جواز سفر إلى جميع أنحاء أو الوطن العربي وأيضا في القارات البعيدة. حتى المغتربين كانوا بيستنوا الأعمال الفنية. السينما المصرية كانت منتشرة في أمريكا زي ما منتشرة في مصر، منتشرة في فرنسا، منتشرة في إنجلترا، يعني الهند. كان السينما المصرية ليها يعني تأثير كبير جدا جدا على في الفن، وتم تأريخ هذا الكلام وموجود، احنا ما قلناش حاجة. انما بعد ما توقف عيد الفن وبدأنا وشفنا احنا استهداف مصر سياسيا، الاستهداف ده على فكرة الفن المصري والثقافة المصرية استهدفت قبل مصر بتستهدف سياسيا. بمعنى ان النهاردة لما قلنا ان في منظمات وتنظيمات وحاجات غريبة جدا، وشفنا على مرأس السمع والبصر انه ناس بتتدخل لسقوط مصر سياسيا، الاستهداف ده هم استهدفوا الثقافة والفن قبل ده، يعني من حوالي 35-40 سنة وهم بيخططوا لهذا الامر ان هم ينتصروا على الفن المصري. وللأسف كان الفن المصري مستهدف، وده حسيناه ولمسناه، بس احنا ما يعني ما تصدناش صح لهذا الموضوع. التصدي الفن كان كل فنان بقى يعني كل واحد ملهي في عمله وانشغاله والمشاكل الحياتيه، يعني كانت هي دي اللي بتحول التصدي امام الاستهداف من للاسف بعض الشخوص العربيه اللي كانت بتحاول انها تقدم الفن الاخر اللي جاي من لبنان او من الجزيره العربيه او كذا، لان هم دايما كانوا بيبقى عندهم حساسيه من جزئيه ان مصر هي زي ما قلنا قبله الفن العربي، وهي مسرح العرب، وهي هوليود الشرق. كل المسميات دي كانت بتعمل ارتكاريا وتعمل حساسيه عند بعض الشخوص، مش كلهم، مش هنتكلم بالمطلق، انما دي للاسف هم كان في زي ما يكون ثأر وعايزين يوصلوا له، وهم كانوا اداه الناس اللي هم بقى النظرة اللي هي التنظيمات الدولية استخدمتهم كأداة عشان يوصلوا لهدفهم أو هدف المنظمات الدولية، إن مصر تبدأ تنكسر فيها الثقافة، ينكسر فيها الفن، وبالتالي الدولة هيجي دورها. زي ما احنا عايشنا وشفنا السنة السوداء اللي عدت علينا، وهي دي الملمح الأساسي
في ان السياسه او مصر مستهدفه، وطبعا كل ده بان على السطح دلوقتي من تركيا ومن قطر ومن المانيا ومن وهكذا. حتى في السياحه زي ما شفنا المانيا بعد 10 ايام من مشكله طابة بتمنع السواح، بتقول لهم لا ما تروحوش مصر بعد 10 ايام. يعني دي حاجه عمرها ما شفناها، انما هي الاساس في هذا الامر استهداف مصر، واحنا ما يخصنا الفن المصري والثقافه المصريه. بالمناسبة أولا بشكر في غيابه طبعا الدكتور محمد صابر عرب، وهو كان حريص على أنه يكون موجود معنا النهاردة، بس عندهم النهاردة مجلس وزراء ومسافر بعد كده على أسوان أفتكر، وبيعتذر على الحضور. الراجل لما طلبنا منه أنه يوافق على عودة عيد الفن ووزارة الثقافة ترعى هذا الأمر ما تأخرش بصراحة، وفي نفس القعدة راح كاتب موافقته وادى تعليمات لدار الاوبرا عشان تنظيم الحفل، المساهمه في تنظيم الحفل والمسرح، يعني كل الامور اللي هي فيها اليات التفعيل الاحتفاليه. وصلنا لمرحله اكبر وابعد، انه عرضت على السيد فخامه رئيس الجمهوريه انه يرعى هذه الاحتفاليه. فبالتالي خدنا وقت شويه في المراسلات لحد ما لقيت الرئاسة بتكلمني، وهو طبعا الأستاذ حاتم مناوي مشكورا أمين أول رئاسة الجمهورية، كلمني وقال لي الرئيس السيد فخامة الرئيس موافق على أنه يرعى هذا العيد. والجميل أن بدأ الموضوع يتصاعد، يعني يتصاعد بمعنى أن احنا عايزين نكرم مثلا فنانين من الأجيال، وجايز يكون محدش يتخض من أن الفنانين جايز يكونوا اغلبهم او 6 من 10 مثلا من اللي رحلوا عن دنيانا. احنا ما بنتخضش من ده السبب، احنا لو كان عيد الفن مستمر سنويا كانوا كرموا هم في التوقيتات بتاعتهم، وكنا بنكرم دلوقتي الاحياء بس. بس للاسف توقف عيد الفن اللي هو 33 سنه دول خلوا مننا فنانين يسقطوا دون ان يكرموا. فبالتالي ان احنا بنحيي هذا الموقف وبنقول لا، دول المتواجدين اللي هم اثروا وغرزوا شجره الوعي والثقافه والفكر والابداع، فبالتالي ما ننساهمش. لو احنا عيد الفن توقف، بس مهما يتوقف المفروض ان احنا ما ننساش تواجد الفنانين العظماء دول. وصلنا لمرحله في التصاعد اللي قلت عليه بالنسبه للرئاسه، ان جالي تليفون من مش عايز اقول من نص ساعه بالظبط وانا جاي في الطريق، انه فخامه الرئيس هيكون التكريم في شكل وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى، وده شيء عظيم، ودي رساله من راس الدوله انها ترعى الفن وتعطيه ما يستحقه. يعني انا كنا احنا هنقدم درع، درع راقي يعني ولائق كل حاجه، انما لما الدوله تقول لا وسام الجمهوريه من الدرجه الاولى، وسام الاستحقاق، هو وسام الجمهوريه او وسام الاستحقاق، وسام الاستحقاق من الدرجه الاولى، ده شيء عظيم. يعني قد ايه الدوله مهتمه بالفن وبعوده الفن، لان هي عارفه ان الفن ده هي الواجهه الثقافيه وهي واجهه الحضاره وهو ده المرآة المجتمع. وعلى فكره اعظم سلاح لمحاربه الارهاب هو الفن، مش القنابل ولا المسيله للدموع ولا غيره، لا الفن. قد ايه لو فعلا الفن في مجال السينما والاغنيه وكل انواع الفنون لو تكاتفت، حتى في الكتابه بتقف قدام الصرع والتجهيل والارهاب وتغييب العقول للاسف. يعني الشباب اللي غابت عقولهم دول لو كانوا درسوا فن في مدارسهم، ودول لو كانوا عندهم تذوق فني، عمر ما هتلاقي واحد طفل بيمسك بلوتوث وبيضربه على المركز العلمي ولا اي حاجه من المنشات اللي للاسف اصابها الجنون في الحريق، ولا سياره شرطه ولا غيره وغيره. لو ده فعلا عنده حس فني والله العظيم ما يعمل كده ابدا. ان كلنا اتعلمنا في المدارس التمثيل والموسيقى وكذا من خلال مدارسنا، وهذا من هذا المنطلق طلعوا فنانين كبار. يعني حتى الهوالات دلوقتي الاساتذه اللي موجودين اكيد درسوا الفن في مدارسهم،
فبالتالي اثر في حياتهم. انا مش بقول ان هو يمتهن الفن، ما يمتهن اي مهنه. يعني انا اقول لكم حاجه، في وزير عزيز جدا عليا المهندس عاطف اللي هو وزير الاتصالات، ده كان معايا فريق الموسيقى في المدرسه، فهو بيفكرني فبيقول لي انا كذا كذا. يعني هو راجل وزير، وعلى فكره في وزراء سابقين برضو كان معانا في المدرسه في الخدويه برضو في فريق الموسيقى. فبالتالي مش مهم يمتهن الفن قد ما هو يبقى عنده الحس الفني. فلو دول الشباب دول اللي بنشوفهم وناس يعني للاسف بيبقى منهم موظفين او ماجورين او مغيبين نسميهم ما نسميهم، دول لو كان عندهم حس فني ما كانوش يبقوا اداء للموقف، المواقف اللي احنا بنشوفها في الشارع المصري النهارده. فاحنا بنحتفل بعيد الفن، بنقول الحمد لله بالسلامه، بنقول ان شاء الله دي نقطه انطلاقه لكل فنان مبدع ان هو يبقى مسؤول عن ان مصر دي. احنا لما رجعنا على الفن احنا مش طمعانين ان احنا ننعم بسنوات كثيره ربنا يعني لو اطال في عمرنا، انما هي دي بنسلم الرايه للشباب ونسلم الرايه للمستقبل عشان يستمر الفن المصري وهو بكينونته العظيمه وبابداعاته العظيمه كما كان عندنا في الروائي والقصاص والاديب والشاعر والمؤلف والموسيقي والممثل. كل انواع الفنون لازم تحصل اشعاعات ويرجع الاشعاع تاني، وتبقى هي دي نقطه الانطلاقه. عيد الفن 13/3 وخدنا هذه الرمزيه عن مولد الموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، عيد ميلاده 13/3، فخدنا هذا التاريخ بمناسبه هذا الجزء. فان شاء الله يا رب نقدم احتفاليه تليق بالفن المصري وتليق بالثقافه المصريه وبمصر كلها، وان شاء الله برعايتكم انتم كاعلام هتلقوا الضوء على كل الادوات والاليات عشان نقول احنا مصر لسه موجوده وقدمها راسخ في الارض وفنانينها ما زالوا بيعطوا وهم المطلوبين في العالم العربي بل والعالم الاجنبي كمان. وشكرا. الحقيقه انا بستغرب وحضراتكم هتستغربوا معايا لو عرفتوا ان مصر عندها سينما من 117 سنه مع الامريكان والفرنساويين، وعندها مسرح من 150 سنه، وعندها كتاب من قديم الازل، وعندها فنون من 7000 سنة. مش غريبة دي؟ فنون على الجدران من 7000 سنة. وكان مصر منارة للنهضة والثقافة والعلم، وكانت تحقق المنظومة العالمية لبلد متحضر له أربع عناصر: موارد اقتصادية ونظم سياسية وتقاليد اجتماعية وفنون وآداب. الرسومات اللي على الجدران دي اللي من 7000 سنة ما اتبنتش كده بالصدفة ولا عشوائيا ولا لا، ده لها مقاييس هندسية رهيبة جدا جدا. فنون التحنيط كذلك جميع الفنون المصرية القديمة التي قدمها المصري العظيم من 7000 سنة أو يزيد. ليس غريبا ألا نكون متوازيين مع مهرجان كان اللي عمره حوالي 65 سنة أو أقل يمكن. كنت أعتقد أن مصر تنافس هذا المهرجان، وكان لابد أن تنافس هذا المهرجان أو يتساوى مع هذا المهرجان، لأننا نملك القدرة الفنية والإدارية والعلمية على إقامة مهرجان يتساوى مع أي مهرجان آخر. وسبق أن قدمنا مهرجانات عديدة جدا في الفنون ونجحنا فيها بجدارة،
ولكن ما حدث شيء آخر، على اعتبار أن الفن كان يؤثر في السياسة، مع أن الفن مقبل للسياسة، وأن السياسة فن، وأن الفن سياسة. المصداقة لكلام الأستاذ هاني مهنا، لما كنا في المدرسة وإحنا صغيرين كان في حجرة التمثيل، كان في حجرة الأشغال، وكان في حجرة الموسيقى. ما كانش الغرض إن التلامذة وهم صغيرين، كان عندنا 10 سنين و11 سنة و12 سنة، إن إحنا نطلع فنانين، لا أبداً أبداً. كان الغرض إن هذه المدارس لما يكبروا يطلعوا متذوقين، يطلعوا الحياة السياسية كمفكرين وسياسيين ومخططين، يبقى عندهم الحاسة الفنية، يبقى عندهم التذوق. لكن للأسف الشديد لم نكمل هذا الخط أبدا. اقتناع رجال الأعمال بالفن، طلعت حرب. الذي أقام سنة 1934 استوديو مصر، شركة مصر للتمثيل والسينما، إيماء وفكرا بأن هذا الرجل يعرف جيدا استراتيجية هذا الفن وبعده في العالم العربي، على 23 دولة في عالمنا العربي. وكم كانت مصر رائدة، ولا زالت رائدة، وستظل رائدة رغم أي حروب حوربنا بها. سنظل رائدين ونمد أيدينا وفكرنا وفننا إلى إخوتنا في العالم العربي، لأننا وحدة واحدة وفكر واحد وهدف واحد. الحقيقة أنا مش عايز أطول على حضراتكم، لكن أنا بعبر عن مدى سعادتي بعودة هذا العيد، عيد الفن، لأن كثيرا من رموز السينما والمسرح وحتى الفنون التشكيلية، من أول التعبير في الدادايزم والتكعيبي والتجريدي وفنون التشكيل الفني العظيم جدا، قدموا أعمالا كثيرة وعظيمة جدا، وتركوا آثار رهيبة جدا مصر تفخر بها. وللأسف الكثير منهم لم يكرم، وقد جاء الدور علينا إن احنا نقدم شكر لهؤلاء العظماء الذين بصموا في حياتنا الفنية، سواء في السينما أو في المسرح أو في الفنون الجميلة العظيمة. ولكم كل الشكر والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نستمع للسادة الزملاء، أنا نفسي الإعلام، أولاً الإعلام المصري ده حصانة للفن المصري، طول عمر الإعلام الصادق طبعاً بيبقى حصانة للفن المصري والمدافع الأول عن الفن المصري. فبالتالي أنا طالب منكم شيء، هيقال بعد الأقاويل اللي هتنطلق بعد التكريم إن هيكون في نسبة كبيرة شوية من الراحلين، زي ما أنا ذكرت في كلمتي إن التوقف عيد الفن لمدة كبيرة أثرت على التكريم، والناس دي رحلت من غير ما تاخد حقها في هذا التكريم وهذا الوفاء. فإحنا بدورنا قمنا بدور وفاء للناس دي، إنهم ما حصلوش على التكريم وبالتالي استدعيناهم حتى بعد رحيلهم عشان نكرمهم. مش معنى كده في ناس هتدعي
يقول لك ده افلاس، ده الفن المصري خلاص رحل، ده بيكرموا اللي رحلوا، يعني هم بيتعبدوا في اللي رحلوا. كل الكلام ده مخالف، الوفاء حاجه والافلاس حاجه. بالعكس، احنا الفنانين المتواجدين دلوقتي على الساحه في مجال السينما والمسرح والموسيقى، والله العظيم ثلاثه بالالاف يستحقوا التكريم، يستحقوا هذا المركز في التكريم. انما احنا وفاء مننا، وفاء من اتحاد النقابات والعالمين بالامور، انه اللي رحلوا في ناس يستحقوا التكريم. فارجو من الاعلام المصري الصادق الوفي المخلص ان اي حد يتفوه بكلمه في ان احنا بنتلمس في الراحلين وعندنا شيء من الافلاس، انتوا اللي تردوا مش انا اللي ارد. ده المطلوب منكم انتوا، لان احنا ده مرحله وفاء وليس افلاس، عشان بس الامور تبقى متزنه في الكلام. الحاجه الثانيه انه السيد وزير الثقافه اصدر قرار امبارح بانه يوم 13/3 هيكون عيد الفن في كل المحافظات والقرى والنبوة، بمعنى ان كل قصور الثقافه على مستوى الجمهوريه هيبقى فيها احتفاليه عشان يسعد الشعب المصري البسيط، سواء في الدلتا من اسوان، مرسى مطروح، العريش، كلهم يسعدوا بهذا اليوم، انه يوم عيد الفن بيبقى فيه مواهب، بيبقى فيه تمثيل وموسيقى واحتفاليه كبيره لكل مركز ثقافه. خاطبنا السيد وزير الماليه انه ان شاء الله، وفي موافقه مبدئيه الاستاذ محسن علم الدين قام بالجهد برضه المشكور انه يصدر لنا عمله عليها الشعار او اللوجو بتاع عيد الفن في هذا التوقيت. ايضا خاطبنا برضه وخاطبناه وقلنا له ان هو يتوسط بيننا وبين البوسطه او في رئاسه الوزراء على اساس يبقى في طابع بريد عليه الشعار عيد الفن، وان شاء الله هيصدر في هذا التوقيت. فكل الامور دي احنا بنسعد انه في خطوات نجاح واستمرار في النجاح. فانا زي ما قلت، هو طبعا كل الاساتذه وكل الاتحاد ومجلس الاداره كاملا بيحاولوا ان هم يتصدوا لاي حد من هنا ومن هناك. كل واحد طبعا ممكن يستشعر في نفسه ان هو المفروض يتكرم، انما احنا زي ما قلنا التكريم ده بصراحة عن رؤية وعن معايير وعن قيمة وعن حاجات كتير قوي، ووفقنا للي رحلوا وبعيدها تاني وتالت وعاشر. الوفاء هو ده اللي خلانا نتذكر اللي رحل عننا، مش إفلاس للفن المصري بس. يعني احنا كنا ممكن نجيب كل الفنانين المكرمين من المعاصرين، وبالظبط المكرم، يعني احنا عايزين نعمل هذا التوجه وهذا العرف ان كل سنة نسبة من اللي رحلوا وما تكرموش نذكرهم معانا والباقي من المعاصرين. فأرجو أن الإعلام يعني يتحصن بهذا الأمر ويدافع عن هذا الفكر عشان محدش يستغل ويخش بقى في سكك تحس أن احنا الفن المصري يعني لا، الفن المصري بخير وبعافية إن شاء الله، وهيستمر إلى الأبد كده إن شاء الله. أستاذ محمد النجار مخرج طبعا. بعد اللي قاله الاستاذ عزت والاستاذ هاني، مش عايز اطول عليكم، انا اللي عايز بس اسئله يوجهها لينا والاستاذ هاني عشان ما نكترش عليكم وتزهقوا. شكرا. لو في اسئله اتفضلوا. اتفضل يا استاذ اشرف. اشرف صادق، برافو فعلا. سريعا النبي نسمع، لو سمحت لو سمحت كده مش هنسمع نفسنا، عشان بس اي سؤال يتسال ويكون حد تاني يساله يعني يوفر الوقت عليك وعلينا. هو طبعا احنا خدنا على عاتقنا ان احنا، انا بما ان فخامه الرئيس تكرم مشكور ان يحول الدرع بتاعنا الى وسام استحقاق من الدرجه الاولى، فده شيء تكريم للفن كله زي ما قلنا. وبالتالي بيتعرض الاسماء على سياده الرئيس بعد ما بيشوفوا مين اللي كرم قبل كده، عشان ما يبقاش فيه ازدواجيه، حد ما كرمش خالص وحد كرم مرتين، ما ينفعش. فده هيبان علينا ان شاء الله يوم الاحد او الاثنين بكتير، هيكون تبلور الموضوع ويبقى المكرمين الفاينل الموضوع. مش عايزين نحط اسماء دلوقتي ولا قدر الله يحصل تغيير، فدي يحصل احباط للي قلنا عليه اسمه، فمش عايزين ده عشان ما يحصلش اي اقصاء لحد. لا ده مش اوسكار، مش اوسكار السينما، مش هنقدر نحط 100 اسم ونلاقي منهم، انما على الاقل يعني هي فتره وجيزه، بنتكلم على يومين ثلاثه بالكثير يعلن الاسماء
وان شاء الله احنا مش عايزين بس نحرج الرئاسه في انها تنتقي او تشوف الاسماء فعلا وبتراجع، لان عندها هي ما دام وصلنا لمرحله وسام استحقاق يبقى الدوله هنا بيوضع في وثيقه رئاسه الجمهوريه انه كرمه كذا، فما ينفعش واحد يكرم زي ما قلت مرتين وواحد ما كرمش خالص. فهم عندهم الاسماء وان شاء الله المصفاه بعد هذه يعني يومين ثلاثه بكثير نعلنها. انا عاوز اوجه التحيه للاصابه ومفيش تحب نعرفه. والله شوف هي ورشه عمل وتيم وورك، يعني هنلعن عنهم كلهم، لان لو اعلنا عن حد ما عندناش. طبعا هو المهندس مصطفى عوض هو اللي صمم اللوجو والافيش ودعوه الحضور كمان، فبصراحه مبدع اهو دعوه الحضور زي ما انتم شايفينها، يعني شيء محترم بتطلع منها الدعوه من داخل هي دي. زي اللي بيطلع عصفوره كده حاجه كده. طيب الاستاذ نعم. لا لا بس ثانيه واحده، عندي اقتراح. في الاستاذ سامي مغاوري عنده اقتراح، اتفضل بيه. مساء الخير عليكم. احنا دايما انا كمواطن مصري، يا جماعه ممكن تسمع بعض. انا كمواطن مصري بتكلم عن نفسي كمواطن مصري، لا كممثل ولا كوكيل لقب مهنه تمثيليه. انا سعيد جدا بعوده هذا الاحتفال او هذه الاحتفاليه. احنا محرومين منها بقالنا 33 سنه. جرت العاده ان الدوله والانظمه السياسيه في مصر بتلجا للفن والفنانين في المصايب والمشاكل وفي الفرح والخير، بننسى الفنان المصري. عوده حميد ان الدوله ترعى وتوافق على رغبه الفنانين، يعني هذا انتصار للفن والفنانين ان الدوله توافق على هذه الاحتفاليه. الفنان المصري خرج 25 يناير، خرج 30 يونيو، اضع الارهاب في كل المصايب. احنا احد الخنازق الرئيسيه للدفاع عن هويتها. فانا بشكر كل القائمين على عوده هذه الاحتفاليه. دي نمره واحد. اما الاقتراح بقى، احنا بنحتفل دايما في احتفالاتنا الفنية بالنجوم السينمائيين. هناك من هم خلف الكاميرات، واخواتنا واساتذتنا السينمائيين يعلموا هذا، نجوم في مهنتهم وساهموا في صناعة السينما المصرية. هناك اسطوات في السينما، أسطوات في الديكور، أسطوات في الكهرباء، أسطوات في مساعدين التصوير. هؤلاء الناس نجوم والجمهور لا يشاهدهم، وساهموا في نجاح السينما المصرية عبر التاريخ الطويل. أنا أرجو أن يبقى لهم نصيب في التكريم عبر الاحتفاليات القادمة، وشكرا جزيلا.